السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا في الدرس السابق كيفاش نغير واحد ستايل لواحد السيليول، وشفنا كذلك كيفاش نكري واحد صغير حنا نتاعنا ونعيطو عليه وقت ما بغينا وفي أي باج بينا. اليوم إن شاء الله تعالى الدرس اليوم تقريبا متشابه للدرس السابق، إلا أن الفرق اللي كاين هو أننا غادي نشوفو كيفاش نغير واحد ستايل ديال واحد الطابلو كله، واحد لابلاج. مثلا عندنا هاد البلاج بهذا الشكل، هذا بغيت نغير ليها ستايل تاعها. يكفي انني غادي نسيليكسيونيها اولا، ثم غادي نتوجه لهاد ليكون هادي اللي دايره بحال شكل طابلو. هادي مي تخصو فورم دو طابلو، تيرات لي هاد لي سوليل هادو على شكل طابلو، نكليكي ثم تعطينا واحد المجموعة تاع دي زيكزومبل بحال هاد الشكل هذا. نستي مثلا باغ اكزومبل هاد الكولور، ثم من بعد نكليكي اوكي. تلاحظوا انه جا هز لي هاد هاد لابلاج لي سيليكسيونيت ليه واعتبرو كطابلو، ومن بعد عطاني هاد الاوتيل دو طابلو، بمعنى انني هاد هذا ولا طابلو قائم بذاته. عندي الحق انا نغير ليه البروبريتي نتاعو، وعندي الحق نغير ليه ستاند تاعو اي اوتر شوز. اذا اهم شيء ممكن تعرفت لهنا هو انني كيفاش تنهز واحد المجموعه نتاع لي سوليل وتنديرهم انا كطابلو، تنغير لهم ستاند تاعهم تولي كطابلو. اول ايطاب تنسيليكسيوني هاد لابارتي او لا لابارتي اللي بغيت البارتي اللي بغيت انا، وبغيت تنتوجه لهاد لوبس ناس، ثم تنستنى ستايل ستيب باغ اكزومبل مثلا هنا، ثم بعد تندير واحد الكونفيرماسيون تندير اوكي و تي ارتي هذا بعد شكل طابلو. ويمكن نعمر فيها انا لي دوني، وبلاص هاد الكولون واحد ممكن نكتب لها انا مثلا باغ اكزومبل هنا الاج تاعنا كذا، نكتب لي دو نو، نكتب لي مثلا برينو، انا نكتبوا لي مثلا لي طادو شي حاجه باغ اكزومبل، ونجي نكتب انا بكل بساطه نبقى نعمرنا في هذا الطابلو نتاعي. اذا هذه الطريقه كيفاش انا تنقاد واحد الستايل نتاع واحد المجموعه نتاع لي ستيلين وتنعتبرهم كطابلو. سيليكسيوني بوي تنتوجه لهاد لوبسيون هادي، وهذا هو الدرس نتاع اليوم، وغادي نكتفيو بهذا القدر هذا حتى لدرس اخر ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.